مهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية هاد السنة اخترنا أننا نديروه ديجيتال عن بعد نظرا للظروف الوبائية اللي كتمر منها جميع دول العالم. وهاد السنة اخترنا أنها تكون عن بعد وهي الدورة الثالثة باش من الأطفال نقربوهم دائما من الصورة والجمالية ديال الفيلم التربوي. وهذه السنة اخترنا أفلام بمعايير الجودة التربوية والجمالية وأفلام كتقرب الطفل من مدارك الوعي ديالو. برنامج غادي يكون في 3 أيام من 25-26-27 دجنبر. سنفتتح اليوم الأول بكورال الأندلس برئاسة الأستاذ رشيد الودغيري، يليها عرض تقديم لجنة التحكيم وعرض الأفلام قصيرين أفلام بانوراما. الفيلم الأول اليد اليسرى للمخرج فاضل شويكا والإزوران للمخرج عز العرب العلوي المحرزي. اليوم التالي سيكون هناك ندوة وطنية حول صورة المدرسة في السينما المغربية وعرض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وسيكون مع الأطفال ومع اليافعين ومع الجمهور الانترنت ماستر كلاس مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي، وسيكون تقديم كتاب حول كتاب سليمان الحقيوي. وبعد غادي يكون الإعلان عن النتائج المسابقة اللي غادي تباراو على 4 ديال الجوائز. الجائزة الأولى جائزة التحكيم، وجائزة لجنة جائزة الكبرى، وجائزة أفضل ممثل طفل وأفضل ممثلة طفلة. اهلا وسهلا، معكم الفنان الاستاذ رشيد الودغيري، مؤسس كورال ازهار الاندلس، المجموعه الصوتيه التراثيه الكبرى بالمغرب التي تيضم الاطفال ديالها 600 طفل وطفله التي لا يتعدى السن العمر ديالهم 12 سنه، بشراكه مع جمعيه جنان الازهار ومدارس الحلو الخاصه في شخص السيده المديره العامه منيه السقلي الحلو. والهدف من هذا العمل اننا نحافظوا على التراث المغربي ديالنا ونجعلوه امتداد بين الاجيال، وثانيا يعني نلقنوه للاطفال بشكل علمي مبسط. ثالث حاجة أننا نلقاو بالرقي الذوقي الفني واللغوي لدى الأطفال، من الناحية الفنية أننا تكون الموسيقى والمقامات روحانية باش تتغذي الروح ديال الأطفال. ثاني حاجة الأشعار الراقية والكلمة الهادفة. بحكم أننا اشتغلنا في عدة مهرجانات لقينا الحمد لله استحسان كبير جدا من طرف يعني العشاق ديال التراث المغربي الأصيل، واشتغلنا وتنتمنى أن هذه البادرة تعم جميع المغاربة وتكون يعني في المغرب كامل ويتمتعوا به توليداتنا كاملين. وفي نفس الوقت نشكر مهرجان السيدة مديرة المهرجان التربوي للطفل اطفال المخيمات الصيفيه على الدعوه، وتنتمنى لها مسيره موفقه في هذا المجال التربوي اللي تتشتغل فيه بالنسبه للاطفال. شكرا جزيلا. السلام عليكم، انا سميتي امنيه حمدان، فرحانه بزاف حيت شاركت في مهرجان الفيلم التربوي لاطفال المخيمات الصيفيه مع استاذ رشيد الودغيري اللي كان كيدربنا سنين باش ما نساوش التراث المغربي.